شكراً. أهلاً بكم أصدقاء الهالوين المؤدبين. اسكتوا. أنا امبارح وأنا بتفرج على التلفزيون شفت مشهد مخيف خالص. شفت بركان بيطلع نور، بس رحت خفت جدا وتخضيت ورحت قلت لماما أنا مش عايزة أعيش في البركان. وبعدين ماما فهمتني إن إحنا كلنا منعيش بعيد عن البركان، وقالت لي يا شكر ادخلي واعرفي معلومات عن البركان. فأنا بقى قلت أنا هجيب المعلومات وأشارك بيها أصحاب الهالوين المؤدبين. تيجوا مع بعض نشوف معلوماتنا عن البركان النهاردة. إيه؟ أنا البركان موجود تحت الأرض، وعند أضعف حتة في الأرض بخرج منها. أنا مصنوع من النار، شكلي مرعب ومخيف، الناس بتخاف مني. أكتر أماكن بيلاقوني فيها عند قمم الجبال، وكمان أنا موجود في قاع المحيطات. أنا البركان. والغريب رغم إني من نار مشتعلة إلا إني ممكن تلاقوني قوي موجود تحت الجليد. أنا البركان. وعلى قد ما أنا مخيف، لكن ربنا خلق لي فوايد كتيرة قوي. وجودي بيطلع معادن موجودة في بطن الأرض، وبسببي يقدر الإنسان يستخرج المعادن دي ويصنع بيها حاجات كتير. في مني 1500 بركان في العالم كله. أنا بلا فخر البركان. ايه يا ماما؟ انا بصراحة خفت من البركان ومن صوته، بس ده ما يمنعش انه هو فعلا عنده فوايد كتيرة قوي. انا بصراحة خايفة. اصدقائي الهالوين المؤدبين، انا لازم اروح دلوقتي. باي باي، واشوفكم في معلومة جديدة الحلقة الجاية. باي. هقول حواديت واعمل عبايه فيها خبايا وفيها مزايا.